الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، من غرائب قراءاتي في الفقه، في الفقه الإسلامي، تعلمون نحن نتعرض الإمام الشيخ شاكر واحد مثلي نتعرض لأسئلة كثيرة حول العلاقات الزوجية، ومن الأمور التي تعرض أمور إساءة الأزواج إلى زوجاتهم، ودائما نحفظ قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. نحفظ هذه الآية ونأخذ آخرها قبل أولها، نبدأ بالضرب. الله يقول عظوهن، نحن نقول اضربوهن، وبعدين الموعظة، ما في موعظة. فمن اللطائف فيما قرأت في الفقه أن هناك آيتين في القرآن في سورة النساء، الأولى عرضت لنشوز المرأة. النشوز هو الكبر والاستعلاء، يعني إذا رأت المرأة أنها هي أعلم وأعلى مكانا من زوجها، هذا نشوز. فهذا النشوز عرض القرآن لعلاجه بأن يقدم الزوج لزوجته الكلام الناصح الرحيم الرقيق، إن لم ينفع ذلك هجرانها في المضجع، لأن هذا يؤثر في عاطفتها. إن لم يكن ذلك، هناك حالات نادرة أن المرأة تضرب ضربا شرعيا، تكاد تكون واحدة، حالة واحدة في الملايين، وأنا لم يمر علي حتى هذه اللحظة أن أحدا ضرب زوجته ضربا شرعيا. ضرب الغضب، الانفعال، أنني أنا رجل فأنا قوي فأنا كذا، هذا هو الجانب. فقرأت في الفقه، قلت لابد أن أشارك الناس فيما أقرأ. قال الإمام مالك فيما نقل عنه في الفقه، قال: بما أن السبب في ضرب المرأة يشترك مع الرجل، فلو أن رجلا كان ناشزا، والله قال في آية بعد ذلك: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. إذا كان الرجل متعجرف على امرأته، متعال عليها، يظن أنه بيفهم وهي لا تفهم، ما الحكم، ما الحل؟ قال مالك: لابد أن يعامل الرجل كما عوملت المرأة في الآية الأولى، فلا بد أن يوعظ، لكن ما في هجرة في المضجع. قال: ويلزم بالنفقة في فترة الزعل والمفارقة، يلزم بالنفقة، فإن لم يرعوي، إن لم ينفع شيء من ذلك فلا بد أن يضرب. أردت بما أقوله اليوم أن ضرب الرجل وارد عند بعض الفقهاء، إذا نحن لا نعلم إلا أن تضرب المرأة، فأنا أقول لكم: لا، هذا مذهب من المذاهب المعتبرة، وإمام من الأئمة المعتبرين، والإمام مالك يعتبر من أعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم،
فهو جبل شامخ في علم الحديث، كما هو فقيه معتبر من أبرز فقهاء الأمة يقول هذا الكلام. إذن نعود إلى قوله تعالى في سورة البقرة: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، أي الحقوق والواجبات يستوي فيها الرجل والمرأة. فإذا أردت أن المرأة تعطيك شيئا من الحقوق فلا بد أن توفيها شيئا من الواجبات عليك والحقوق لها. لهذا كنت ذات مرة في جامعة نيويورك NYU وعرض لي سؤال، إحدى الطالبات في الدراسات العليا سألت سؤالا، قالت: إذا أراد الرجل زوجته وأبت تلعنها الملائكة حتى تصبح، فما تقول في المرأة التي أرادت الفراش من زوجها وأبى؟ سبحان الله، أول مرة أسأل هذا السؤال في حياتي سنة 79. قلت رأسا، الله فتح علي، قلت لها: الله يقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فما دام الرجل من حقه أن ينال نصيبه من الفراش فالمرأة من حقها أن تنال نصيبها من الفراش. فإذا كانت اللعنة للمرأة حتى تصبح، فأظن أن الرجل الناشز الذي يأبى أن يستجيب لزوجته في تلك اللحظات في الحاجة إلى الفراش، لا أظن أن هناك مانعا من أن تلعنه الملائكة حتى يصبح. وهذا موضوع فيه تفصيل فقهي. الذي أريد أن أقوله أن قضية الضرب من الناحية التطبيقية ليس لها وجود تقريبا. أنا ما أنفي الوجود، أقول الوجود صفر، لكن أقول هناك قد تكون حالة في الملايين. أضرب لك مثلا، الله يقول: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هل يفهم من هذه الآية أن الناس يكثر فيهم الزنا؟ لا، الزنا قد يكون حالة في مليون أو حالة في أكثر من ذلك أو أقل من ذلك. فالقوانين الجنائية وضعت للقلة والندرة لا للكثرة. يعني الجلد في الزنا أمر قليل نادر، وما كان حد الزنا يقام بالشهود، إنما كان يقام بالإقرار، أن رجلا أو امرأة يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا فعلت كذا وكذا من الفاحشة، يقر على نفسه. أما الشهود فقضية صعبة، يصعب على إنسان يعيش في هذا البلد أو غيره أن يقول: أنا رأيت امرأة ورجلا يأتيان الفاحشة، رأيتهما بعيني. لا يصدق مثل هذا. كذلك قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، هل يفهم من هذا أن الصحابة حرامية؟ لا، لكن هناك أحد سرقوا وقطعت أيديهم. إذن لما أذن الله بضرب المرأة هذا حكم للقلة والندرة. المفروض أن الزوج والزوجة علاقتهما تبنى على المودة، إن لم تكن مودة ليست هناك حياة زوجية. المودة والاحترام، اللطف، الرجل ينبغي أن يدخل بيته بابتسامة، بملاطفة، يعني زوجته تنتظر حضوره لأنها تحب أن ترى وجهه الضاحك المبتسم. أما الرجل الذي يريد أن يلعب دور الشرير، إذا تأثر فريد شوقي بالأفلام
مثل هذا يسيء إلى نفسه ويسيء إلى الحياة الزوجية، أن يدخل مغاضبا، أن يدخل عابسا، أن لا يعطي زوجته أو بيته شيء من الرحمة والرقة. مرة أخرى أقول أن الله سبحانه وتعالى قال: جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والأمر الأخير في المسألة أن الزوج مكمل للزوجة والزوجة مكملة للزوج، ولهذا سمي الزواج زواجا لأن فيه شيء من التكامل، ليس فيه تفاضل، يعني ليس فيه هذا أحسن من هذا وهذا أعلى من هذا، لا. الرجل لا تتم رجولته بدون المرأة، والمرأة لا تتم أنوثتها بدون الرجل، فحاجة المرأة مساوية ومكافئة حاجة الرجل إلى المرأة تكافئ حاجة المرأة إلى الرجل. وإذا اجتمع كانت الأسرة، وإذا كانت الأسرة يمضي الإنسان ليواصل منهج رب العالمين في أن خلق الإنسان ليكون هناك منهج الخلافة والاستخلاف. لهذا الله سبحانه وتعالى قبل أن يخلق آدم قال للملائكة: إني جاعل في الأرض خليفة، أي إنسانا إذا مات خلفه ولده، واجعل لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. فالإنسان ينشد أن يكون له ولد ليواصل العمل في مرضات الله وطاعة الله وحب الله. عسى الله أن تكونوا قد فهمتم مني أنه إذا إنسان يرى أن تضرب الزوجة فيجب أن يعلم أنه هو أيضا ينبغي أن يضرب. فإذا فكر الرجل بأنه من الممكن ضربه، أظن هذا قد يلفت النظر ويجعل الرجال يعيدون النظر في ضرب زوجاتهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله.